كنت ترى إدارة الدولة للملف في الوقت ده إزاي؟ يعني عشان أكون honest معك، مبارك لم يكن أبداً أبداً ضد الأقباط، بالعكس كان متعاطفة مع حقوقي جداً، إنما كان عنده فكرة الموائمة، خايف يعني، كان دايماً يحب ياخد القرار بعد تمحيص وتأكد، نبني جامعة هنا ولا نبني كنيسة هنا، يعني شغلانة كبيرة جداً. والموائمة السياسية مزيد عن حدودها فيها ظلم لأصحاب الحق في النهاية، فدي كانت مشكلة كبيرة جدا في حياة مبارك مع الأقباط. إنما كان تحت ضغوط التطرف الديني على الجانب الآخر، وأظن في القصة الشهيرة حكاها لي البابا شنودة، قال لي تعرف حكاية كنيسة الحوامدية 11 جامع، 14 جامع، كل ما يحط حجر الأساس في حتة يبنوا جامع، يسيبها ويروح حتة تانية يبنوا جامع، بنوا على حسها 14 جامع. كان في بقى بداية التطرف والأفكار المصدرة إلينا من مناطق أخرى بعيدة عن الروح المصرية الطبيعية التقليدية المعروفة. كان البابا مطلبين في هذا اللقاء منير بيه، المطلب الأول الإفراج الكامل على الشباب قبل عيد الميلاد، والطلب الآخر هو لقاء الرئيس مبارك منفردا. ألم يكن غريبا ألا يقابل البابا رئيس الجمهورية طوال هذه المدة منفردا؟ لا لا، كان بيقابله في المناسبات، لكن أنا بكلم على اللقاء الحميمي بين بطرك الكرازة المرقوصية ورئيس الدولة. كان الرئيس بيعمل موائمات، يعني يكفي أنك تعلمي أنه بعد اغتيال السادات ظل البابا عدة سنوات في الدير. بالضبط، من حدد إقامة البابا؟ البابا الرئيس مبارك ولا السادات؟ لا السادات طبعا. بس مين اللي سابه 5 سنين جوه؟ لا ما سابوش، كان بيتعامل معه ويتصل به، لكن بيرى عدم إثارة الأوضاع بعد اغتيال السادات. أشكركم جميعا، وأشكر أيضا الآباء الأساقفة الذين فضلوا أن يحضروا معنا هذا العيد، وأرى أن حضور هذا الجمع كله من جميع أحزاب مصر ومن مسلميها ومسيحييها إنما هو مظهر يندر أن يوجد، وهو تعبير عن وحدة مصر القوية برجالها الثابتة. المحبة هي التي جمعت كل هؤلاء في مكان واحد، والمحبة هي التي جعلتنا نشترك في فرحة هذا اليوم الذي أعده لكم الرئيس حسني مبارك.